ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الفنان الراحل محمد الغاوي، التي وفاته المنية بالمستشفى العسكري بالرباط. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفي اليوم بعد نقله إلى المستشفى عن عمر ناهز 67 عاما. وأكد الفنان المغربي عبد العالي الغاوي خبر وفاة أخيه الأكبر اليوم بالمستشفى العسكري، بعدما كان يركض هناك جراء دخوله في غيبوبة بسبب نزيف دماغي. وقال الغاوي في تصريحه: عزاؤنا واحد، أخي توفي اليوم، ادعوا له بالرحمة والمغفرة. والفنان محمد الغاوي فنان مغربي من مواليد 1956، ويعتبر من بين أعمدة الأغنية المغربية، حيث أدى الفنان أزيد من 80 أغنية وطنية وعصرية.